طيب سؤالي الأول لحضرتك بكل تأكيد، كيف تابعت صفقة انضمام يحيى عطية الله إلى النادي الأهلي وهو من أقرب المقربين لك وكان يلعب معك في الوداد؟ هذه الصفقة اللي نعتبرها في مصر هنا صفقة كبيرة. بالنسبة لي شخصيا فرحت كثير، لأنه يحيى كان عندي معه واحد العلاقة اللي هي كما نقولوا سبيشال، كما نقولوا علاقة خاصة، وفرحت ليه كثير لأنه راح لأكبر فريق في إفريقيا. يعني بالنسبة للجانبين فهي إضافة كبيرة، تنظن أنه مشى لمكان مناسب والمكان فين غادي يمكن يبرز حتى الإمكانيات ديالو، لا التقنية ولا البدنية. يعني أنا فرحان كثير للخطوة اللي عملها. في رأيك إيه أكتر ما يميز يحيى عطية الله على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني في أرض الملعب؟ وبالنسبة لي يحيى عطية الله، بالنسبة لي أنا لاعب متكامل، لاعب كما تنقولوا عصري. الجانب التقني، يعني أنه وهذا اللي قصدت أنه خطوة مناسبة لي، لأن تنعرف الفريق الأهلي فريق اللي تلعب دائما على الفوز، تلعب على ألقاب، تيبغي كرة هجومية. تنظن أنه اللاعب يحيى يمكن يضيف هذه الإضافة، لا سيما في الخط الهجومي، ولاعب لي بدنيا يمكن يلعب مباريات كثيرة، فهذا جد مهم في فريق كبير اللي تيلعب. كما تنقولوا ما عندوش مباراة تاع الدوري، عنده حتى مباراة تاع كأس إفريقيا، وهذا برهنوا عليه، لأنه إلى اللحظة أنه يحيى عطية الله الوحيد يمكن اللي كان مع المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم من البطولة المغربية، فهذا تيدل أنه عنده إمكانيات كبيرة. ويحيى عطية الله حتى الشخصية ديالو خارج الملعب شخصية جد مهمة، يعني أنه لاعب اللي متعود على الضغط، يلعب على الضغط، حتى هذا جد مهم لأنه متعود على الضغط. كان فريق الوداد الحين غادي يجي الفريق الأهلي، أنه تنعرف أن الضغط هو مهم، فإمكانيات اللي تنظن أنه بالنسبة لي غادي تكون واحد الإضافة كبيرة للفريق الأهلي، وتنظن أنه الفريق الأهلي دار الاختيار الصحيح، وتنتمنى إن شاء الله يتوفق في المسيرة ديالو. عظيم. يحيى عطية الله في مكان لاعب معشوق لجماهير النادي الاهلي وتعرفه جيدا بكل تاكيد هو علي معلول، ايه اوجه التشابه ما بين علي معلول اللاعب الدولي التونسي ويحيى عطية الله اللاعب الدولي المغربي، اوجه التشابه بينهما؟ بالنسبه للاعبين بجوج، بالنسبه لي انهم عندهم واحد الحس هجومي وواحد كما تنقول يقدروا، كما قلت لك طريقه اللعب تاع فريق الاهلي، انه يقدروا يديروا لك الاضافه. انا يمكن نتكلم على يحيى عطية الله لانه اشتغلت معاه، انا ما تنعرفش يعني الامكانيات الاخرى تاع اللاعب هذا التونسي، علي معلول. ولكن بالنسبه لي يحيى لاعب متكامل كما قلت لك، لا المستوى التقني ولا المستوى البدني، واللي جد مهم هو انه الشخصيه ديالو. كما تنقول الشخصيه اللي تنعرفوا انه السنه طويله تكون مباريات صعبه، تكون ضغط كبير، لا من الجمهور لا من النتائج، فلازم انه يكون عندك لاعبين اللي عندهم تجربه كبيره وفي ظروف صعبه يقدروا يتحملوا المسؤوليه ويقدروا ما ياثرش على المستوى ديالهم. فبالنسبه لي انه يحيى من هادو من نقاط القوه ديالو، انه كما تنقولوا ما تيتاثرش بالضغوط الخارجيه. يعني هو تيبقى في واحد المستوى اللي هو هذا، وبرهن عليه في كاس العالم تاع قطر، انه كان كما قلت لك الوحيد اللي كان من البطوله المغربيه ولعب مع لاعبين اللي هما كبار اللي مولفين على هذاك الضغط وحافظ على المستوى ديالو، فتنظن انه هذه هي الاضافه والقوه ديالو. عظيم.